اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده ومواضيع جديده في ميعاد. سلام محمد. اهلا وسهلا بك محمد. اكيد اهلا بالجميع في حلقه جديده من ميعاد سلام. اكيد حنتواصل معكم ساعه كامله بمواضيع مختلفه، وابرز ما حيكون معنا اليوم من مواضيع حنتكلموا فيه منا وفينا، حنتعرفوا على دوره لجراحه العمود الفقري والعظام تستهدف اطباء ليبيين في اسطنبول. ايضا في ميعاد سلام اليوم محمد ورشه فنيه خاصه بفن النحت لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. وعنواننا الثالث والاخير في برنامج ميعاد سلام انطلاق فعاليات مهرجان جرش الدولي في الاردن. شفنا العناوين الرئيسيه أكيد. محمد لميعاد سلام اليوم نشوف الزاويه اليسرى للبرنامج زي العاده زي العاده الدخل الكرام. شوفوا شنو عندهم طبخه اليوم خلف مساج فؤاد. لا بس ان يعني واضحه هي ايها اليوم جاي على بالي نبدل الادوار بما ان فؤاد ما ليش علاقه بالمطبخ. لا لا وين نبدل الادوار، تعرفي في الرياضه خلاص توقف ليه. لا احنا نعرفش لازم الشديد خلاص حتى انا ما اعرفش بس أكيد. عندي الكرام المره اللي فاتت الصلاه عجبتني على صراحه جنينه صحتين الله يسلمك. بس اليوم ما نعرفش يعني شكله حاجه من حب اليوم حنحضر كيكه الشوفان وحنتكلموا عليه فوائد الشوفان اكيد. يلا حنرجع لكم بالرياضه فواز. في الرياضه ان شاء الله حنتكلموا على المنتخب الوطني اللي عنده مباراه وديه ان شاء الله يوم الغد، استعداد طبعا لتصفيات الشان حنتكلموا عليها ان شاء الله، نتكلموا على التفاصيل بعدين ان شاء الله في الفقره ان شاء الله. على ما جهزتوا روحكم كرام وفؤاد نمشي نشوفوا اول خبر في فقره اكيد منا وفينا. اقيمت اليوم في اسطنبول دوره متقدمه لاطباء ليبيين في جراحه العمود الفقري والعظام والاعصاب. فريق ميعاد سلام كان حاضر أثناء الدورة أعد بعض المقابلات والتفاصيل عنها، شاهدوا هذا التقرير ومن ثم نناقش تفاصيل الدورة مع ضيفنا داخل الأستوديو. اختارت الشركة الأمريكية سترايكر لاستشاري جراحة العمود الفقري والعظام والمفاصل الدكتور فراس الحسبان للإشراف على دورة تدريب مجموعة من الأطباء الليبيين بدرجة مستشار في جراحة العمود الفقري. في برنامج العلمي لهذا الورشة سوف نتطرق إلى أحدث العمليات وما استجد في جراحة العمود الفقري وخاصة في عمليات المنظار والتداخلات الجراحية المحدودة، بحيث في أيامنا هذه نستطيع عمل عمليات كبرى في جراحة العمود الفقري عن طريق ثقوب صغيرة بدون أي مضاعفات كالنزيف أو الألم المبرح والمكوث في المستشفى فترة قصيرة جدا يوم أو يومين ومن ثم الذهاب إلى المنزل. الدورة التدريبية اللي بدت يوم 21 وتستمر حتى 23 يوليو الجاري كانت بتنظيم من الشركة الأمريكية سترايكر والتقنية الجديدة الليبية لاستيراد الأدوات والمعدات الطبية لجراحات العمود الفقري والعظام. اشتملت على محاضرات نظرية وعملية ومشاركة مع الدكتور سكوت بارجر جراح الأعصاب وبشكل مباشر في إجراء بعض عمليات العمود الفقري. تتطور دائما الجراحات في العمود الفقري من واللي تصبح من عمليات كبرى إلى عمليات صغرى بفضل التقنية الطبية ووجود الكثير من المعدات التي تسهل إجراء العملية وتعطي نتائج أفضل من ناحية النتائج بالنسبة للمريض حيث تقل فترة الإقامة بالمصحة. تضمنت الدورة التدريبية بشكل عملي محاضرات نظرية والمشاركة في إجراء عمليات العمود الفقري الدقيقة باستخدام المنظار وما وصل إليه الطب اليوم من تقدم علمي وتطور تقني بمجال العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة. الدورات التدريبية هذه وبالمعدات الحديثة ومواكبة في المؤتمرات في ملتقيات في عدة دول تمكننا من يعني القيام بمعظم عمليات جراحة العمود الفقري. يعني أغلب العمليات جراحة العمود الفقري الآن تقام بمستشفى السباعة وبالتقنيات الحديثة. حضور الأطباء الليبيين للاطلاع على تجارب طبية في مجال التقدم الطبي والجراحي يسهم في تبادل الآراء والأفكار والخبرات والتعرف على التجارب المختلفة في الدول المشاركة. محمد ارتامي، قناة سلام، اسطنبول.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. طبعا لتفاصيل اكثر والحديث اكثر عن الموضوع هذا ينضم معنا داخل الاستوديو دكتور فيصل بن طالب استشاري مخ واعصاب. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بكم. يا مرحبتين. اهلا وسهلا دكتور. طيب في بدايه دكتور، في اي اطار يمكن ان نضع ممكن الدوره هذه التدريبيه المقامه في اسطنبول؟ دوره تدريبيه تعتبر هي جزء من حلقه كبيره وجزء من عده خطوات اللي بعون الله ولو ربك مكننا ان يتواصل العمل هذا، لان الطب عامه وخصوصا جراحه العمود الفقري تتطور بصوره سريعه جدا. نعم. بالذات اللقطات اللي كانت ورد على البرنامج دوا اللي تحكي على العمليات الجراحيه بالفتح الصغيره اللي يسموها مينيمال انفيزف، اللي هي فتح بدون تعريض الجسم كله لفتحات كبيره، يعتبر عمره 10 سنين واقل، لكن يتطور بسرعه، الاجهزه تتطور بسرعه، العمليه نفسها تكنيكلي تتطور بسرعه. فلهذا العوده لسؤالك، البرنامج اللي صاير فردا في الجمعيه هم هنايا وبعون الله يكونوا في برامج اكثر من عده شركات، لان التنافس ما بين الشركات هو اللي يطور الشيء بعون الله. نعم. وتعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح. طيب شركه التقنيه الجديده الليبيه لاستيراد الادوات والمعدات الطبيه لجراحات العمود الفقري هي احدى الشركات اللي نظمت هالدورات. ما بيش نسالك نقول لك، هل هالشركه يعني فيما سبق قدمت دورات ومستقبلا هل ستقدم؟ لانه ممكن انت هذه المره الاولى اللي تعاونت معاهم في هالموضوع، ولكن هل الدورات التدريبيه بشكل عام هل هي موجوده الان في ليبيا؟ ما مدى الاستفاده اللي ممكن يحققها الطبيب الليبي من وراء هكذا نشاطات؟ هو سؤال مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لان اللي يحتاجه الانسان عامه والطبيب خاصة والجراح بالخصوص إنه ديما يكون قريب للمناطق اللي فيها تدريب. يعني أغلب الدول إحنا في مرحلة معينة وصلنا أن نديروا تدريب حتى في الجامعة في الكلية، لكن نظرا لظروفنا وربك يشبه فينا إن شاء الله وتصلح الظروف ويرجع الشيء، التدريب مهم لأن الشيء يتطور، شيء مش قاعد ثابت زي 60 سنة فاتوا، شيء متطور. والشركات زي ما قلت لك في السؤال الأول، هو خلق التنافس ببناتهم، هو اللي راح يطور المجال، وهو اللي راح يحفز الأطباء الصغار إنهم يتعلموا شيء جديد، وراح يكونوا أحسن من المدرسين بعون الله. طيب كيف لقيتوا الدورات هذه وما مدى الاستفادة منها وشنو الإضافة اللي ممكن حد يقدمها لهذا التخصص في ليبيا؟ الإضافة الإضافة تمشي في، لأن السؤال هذا يعتبر شقين. يعني لن أستطيع أن نضع معلومات في دماغك إذا كانك أنت ما عندكش قابلية أنك تقبلها. إذا في جزء كبير يخص الشخص اللي بيقدموا له العمل هذا، اللي بيقدموا له التدريب، اللي هو الطبيب. الطبيب يجب أن يكون عنده قابلية أن يتطور، يجب يكون عنده قابلية أن يتعلم، ويجب يكون عنده قابلية أن يطبق اللي يتعلمه. وثم يجي الشق الثاني اللي هو الماده العلميه واللي بيقدمها. فرضا في اللقاء نتاع اليوم اللي كان في بخصوص الشركه اللي قدمتها، كانوا فيه اثنين من الاطباء الجراحين ممتازين، واحد يعتبر من مجموعه مش كبيره جدا في العالم اللي يتقدم في العمليات بالفتحه الصغيره، خصوصا في التشوهات الخلقيه نتاع العمود الفقري. يعني مش راح ندير له دعايه هنا، لكن الشيء يفرض نفسه، الحقيقه تفرض نفسها. لما يكون معك شخص شكله هو وتتعاون معاه في المستقبل، هنا حالات تبعت له وتناقش معه، لا مش ليبي للاسف الشديد، لكن احنا ليبيين واحنا مستعداد ان نديروا الشيء هو، ما عندناش مانع على الاطلاق، لسنا بعيدين عنهم على الاطلاق. فلهذا راح يكون في كولابوريشن، يكون في سم اتحاد ما بين الاطباء هما، وشيء يندار بعون الله حتى في داخل ليبيا. فحوا هالدورات مضمونها، خلينا نغوص شويه في تفاصيلها. الدورات طبعا يقسموا فيها توا عالميا، يقسموا فيها لثلاث مراحل.
وزي ما زي اي كاي دوره ثانيه، فيه للمبتدئ اللي تعطيه القواعد والبيزكس، في اللي هي المتوسطه الانترميتنت اللي تعطيه الاشياء البسيطه اللي المفروض يديرها، وبعدين تجي الحاجات الادفانسد اللي هي المتطوره. الموضوع اللي نتناقشوا فيه اليوم الصبح كان هو من ضمن الحاجات المتطوره، لان شنو يناقش؟ يناقش في 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 التشوهات الخلقيه نتاع العمود الفقري، ويناقش في الجراحات ذات الفتح الصغير يسمونه الانفيزن. اذا هذه من مجموعه متطوره. لكن لو كان في برنامج كويس فيه عمر معين من الاطباء راح يكون يمشي للحاجات البيزك، يزيد سنوات في التدريب والعامل يمشي للانترميتنت المتوسط، ويوصل لمرحله اخصائي ومستشار يخش لمرحله المتطور. وهذا هو التنظيم الصحيح للشيء. لكن مرات تحكم عليك الظروف تحكم عليك انك تاخذ اللي معروض عندك مش تاخذ اللي تبيه انت. وهذه ان شاء الله يكون فيها حلول في المستقبل. طيب دكتور، ليبيا تمتلك طبعا كادر طبي بمستوى عالي جدا، في الجهه المقابله المريض الليبي يتجه لدول اخرى باش يعالج. شنو السبب حسب رايك، وشنو ينقص طبيب الليبي حتى يكون مستوى كويس وجيد؟ سؤالي مهم اكثر من الاول. لاي مشكله لازم توخر التالي شويه وتشوف الاسباب نتاعها. مشكله المريض شنو هي؟ مشكله المريض فيه مرض، فيه طبيب وممرض وفني، وفيه مستشفى كمبنى وأجهزة ومستلزمات. الطبيب متوفر، ونقدر نقول لك مش بضمانتي طبعا ضمن الله، لكن وعلى إيداع تعتبر عامة نقدر نقول لك متوفر 100%. فيه مستشار جراحة المخ والأعصاب مجموعة، وأنا واحد منهم، مجموعة ليبيين ممتازين في القطاع العام وفي القطاع الخاص، في كل التخصصات جراحة مخ وأعصاب عمود فقري، جراحة عظام، جراحة أوعية دموية، جراحة قلب، جراحة إلى آخر الكلام. ثم يجي العنصر اللي هو الطبي المساعد اللي هو الممرض والفني. للأسف الشديد نقص شديد في الموضوع هو ما عندناش العدد الكافي للتمريض. الأسباب تراكمية، الأسباب بدت في سنوات ماضية. في الأول كانوا متجهين أن يطلعوا الكواليتي، يطلعوا الكواليتي، شو يقولوا بعرف الكواليتي، نخبه الاطباء مش العدد، لكن الجوده صح، الجوده كان التركيز على الجوده. لكن نظرا للظروف اللي مروا بها ويبوا يفتحوا هلبة مستشفيات، وهذه واحده من مشاكلنا اللي كان عندنا، نبوا نفتحوا مستشفيات، نبوا نفتحوا مستوصفات، نبوا نفتحوا، وصلنا الوف لسره عد كويس، لكن ما عندكش اللي يشغله لك. اذا احنا تو نعانوا منها المشكله، هي التمريض ناقص والفني ناقص. ثم تجي المشكله الاخيره اللي هي بدنا نعانوا منها، طبعا هي بتعاني منها من زمان لكن وضحت اكثر توا، اللي هو نقص المعدات ونقص المستلزمات. وهذه ليش المريض يضطر يمشي، هذا جزء كبير من المشكله. ثم يجي الجزء اللي هو الجزء التنظيمي، عندنا هنا التنظيم ناقص، الإدارة ناقصة، نتيجة أي ظرف تبي تقوله مش وقت مناقشة. هذه اللي كنت حنتكلم عليها معاك دكتور، هي علاقة الطبيب اليوم في ليبيا مع المؤسسات الطبية الموجودة. احنا اللي تتكلم معاه يقول لك احنا اليوم عندنا أزمة إدارة. هل مؤسسات، وتحديدا خلينا نقول الخاصة، هل تعطي للطبيب الليبي حقه في الداخل؟ سؤال ذو حدين، لأن في استفادة وفي مشاكل الاستفادة. شو معنى مشاكل الاستفادة؟ كأي بزنس، كأي عمل خاص، مش لابد يكون طبي، يكون هندسي، يكون زراعي، يكون
في اشياء اللي هي ليش فاتحين اصلا الشيهوه، فاتحين الشيهوه باش يديروا في النهايه بيديروا دخل منا، بيديروا فلوس منا. لكن طالما لم يقنن ولم تضع له المعايير ولم تضع له شنو هو اللي يصير هنا وشنو هو اللي يندار هنا، كله بيقعد مشكله. وهنا تبان ولاش ذكرت الموضوع هذا يا دكتور؟ لان الان في توجه يعني من الاطباء في ليبيا للخارج، يقول لك والله في ليبيا انا مش واخذ حقي، يعني لما نطلع نخدم برا في ناس تقدر فيا افضل من المؤسسات الليبيه في الداخل. هو الكلام هذا راهو اللي قاعد يتخيل في كلامه هو مش صحيح. قبل لما طلعنا احنا نتكلموا على الثمانينات كانت صحيحه، العدد برا كان شويه، التنافس كان اقل. المستوى اللي طلعنا به من هنايا، مستوى عالمي، ما عندناش مشكله بكره يخدموك من اول يوم لانك كويس. توا الاوضاع العالميه اختلفت، اوروبا مضطرين ياخذوا اوروبي ما ياخذوكش انت، في امريكا في مشاكل ثانيه سياسيه ما تدخلكش. لكن لو نطلعوا الكلام هذا كله من جنب ونحطه فرضا الليبي يقدر يطلع برا، مازال قدامه طريق طويله بيخشها. عنده اسهل لو تنظم الشيء هنايا، لما نقول هنايا احنا في ليبيا، تنظم الشيء هنايا وندير لهم البرنامج الحقيقي عن طريق المستشفيات وعن طريق وزاره الصحه وعن طريق مجلس التخصصات، وندير لهم التدريب الحقيقي، راح بعون الله راح يكونوا على مستوى احسن واكثر افاده لبلادهم ولمريضهم. طيب ممكن سؤال مهم يعني، ويعني المريض الليبي بشكل كبير، اللي هو في حال توفرت الامكانيات الطبيه الليبي اليوم وايضا توفرت الامكانيات التقنيه للمؤسسات الخاصه في ليبيا، السؤال هنا هل حيرفع سعر او حيرتفع سعر العلاج في المقابل؟ وهنا ممكن نتحدث على عن المؤسسات الصحيه الخاصه في النقطه هذه. هو راهو في السؤال هو غير انت تبي الاجابه على الخاصه، لكن هو راه خاص وعام زي بعضها. علاش؟ لان لابد تعرف انك انت ما تصنع في شيء، انت دوله ما تصنع في شيء، هذه حقيقه. احنا كل شيء نجيبه فيه من برا، المسمار نجيبه فيه من برا، السكرو المسمار اللي نحطه في الظهر بنجيبه من برا، الرابط نتاعهم بنجيبه من برا، كله بنجيبه من برا، الماكينه اللي تصور بنجيبه من برا، الفيلم اللي يصور بنجيبه من برا، كل شيء، الخيط تسكر بيه بنجيبه من برا. إذا أنت تجيب في كل شيء من برا. برا مربوطة باش، مربوطة يا إما بدولار يا إما بيورو يا إما واتيفر أي عملة ثانية، لكن كل هذا يطلع منين؟ يطلع من مصرفي مركزي. إذا كل شيء مربوط بسعر الصرف. إذا طالما مربوط بسعر الصرف، واللي سعر الصرف مرة تاخذه بجنيه و30 ومرة تاخذه بستة ولا يعلم الله قداش، إذا هذا كله بينعكس وقتي على أنت شنو تقدم، سواء في العام سواء في الخاص. العام علاش ما عادش بتوفر فيه شيء؟ لانه مش ما قدرش يلحق انه ياخذ التكاليف هذية. الخاص لما يتكلف بشيء هو وقت يترجمه لان المواطن بيدفع. فلهذا مرات المواطن يقول لك انا بندير عمليه هنايا ب 12000، لما نمشي لتونس نديرها بخمسه. لانه هو شنو يحسب الحسبه؟ ما يحسب سعر الصرف، مش لان التقنيه راهي. انا متاكد مش نشكر في نفسي نديروا في عمليات احسن من اللي يديروا فيها من برا، غير خش النت وتشوف العمليات اللي نديروا فيهم. لكن التكلفه تزيد. لو ان في تنظيم معين لحاجات مهمه في البلاد زي الصحه وزي التعليم فرضا، احنا ناخذ شيء ما وليهم خطه معينه في الماليه ولا في مصر في مركزي، انا متاكد ان التكلفه تقل. لكن هذا يبي تنظيم. طيب انا من النقطه هذه بشكل عام دكتور، ومن خلال انت متابعتك لمساله القطاع الصحه بشكل عام في ليبيا، المواطن يشكي يقول لك والله الاسعار مرتفعه في المصحات والمستشفيات الخاصه. فانت يعني اكيد عندك ولو قدر بسيط من المعرفه حول مساله الاسعار في مختلف العمليات. اضف الى هذا تكلمت قبل شوي قلت تقدر تخش تشوف الانترنت العمليات اللي احنا نقوموا بها اليوم. كيف ممكن نقيمه او كيف نشوفه في التطور تحديدا في جراحه الاعصاب والعمود الفقري في ليبيا؟ التطور يبي عده دعامات، لانك انت تبني في شيء لابد يكون القاعده بتاعك صحيحه ويكون عندك امكانيات باش تطلع بالعماره فوق.
نفس الشيء، نفس النمط يمشي حتى مع التطور بتاع الجراحه. الجراحه تبي مصروف، تبي مصروف، بالذات جراحه العمود الفقري، لان مبنيه على المستلزمات ومبنيه على المعدات، مبنيه على المستلزمات والمعدات، وتكلفه المستلزمات والمعدات زايده بشكل كبير حتى برا، لان طريق في يوم من الايام كان ال 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 البراغي باللغه العربيه صح، البراغي اللي نحطوه فيهم في الدار كانت مصنوعه من 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 مواد ما هياش 100% نقولوا لها ام راي كومباتبل، اللي هي تقدر تصور بها حتى صوره الرنين، كانت تقول اقرب للحديد من اي شيء ثاني، لكن تو وصلت ولا التيتانيوم، التيتانيوم غالي، تولت الويس غالي، هذا كل التكلفه هذه بتزيد، وهذه بتترجم عليه تكلفتك انت كدوله، ما عندكش مدخول كبير اكثر من النفط، والنفط بتخلص منه كل شيء، بتغدي منه وبتوكل منه وبتخلص منه معاشات والى اخره، ما يلحقش في الاخير انه يجيب لك الحاجات هذه، لما ما يلحقش يجيب لك شيء هو انت التطور بتاعك راح يكون محدود، وديما راح يكون محدود ما لم نطلع بفكره ثانيه ان كيف الصحه تقدر تصرف على نفسها. شو معناها بالعربي تصرف على نفسها؟ لابد نطور نظام تأمين هو اللي يصرف عليه الصحة، لأن كدولة مهما تدفع في النهاية ما تقدرش تدفع أعظم الدول، ما تقدرش تدفع دولة كلامها وراء، حتى الدول الكبيرة عندها فرض، نعطيك بريطانيا عندهم اسمها ويتنج ليست، اللي هي قائمة انتظار في العمليات، في اللي يصرف فيه العملية وفي اللي يموت قبل ما توصل فيه العملية، وهذه دولة تقدر تصرف في مليارات. لا احنا دولة، احنا لما نصرفوا مليار و200 الف راهو مبلغ راهو، ما عندناش منين. طيب دكتور، طبعا الدورات هذه اللي ياخذوا فيها الاطباء في اسطنبول، انت قلت التخصص هذا دائما في تطور متسارع، صح. ممكن الاطباء اليوم ياخذوا في دورات متطوره واحدث ما يمكن من الاجهزه، صح. لما يرجعوا ليبيا هل حينقوا اجهزه او دور هذه او حيرجعوا باجهزه معاهم من اسطنبول، صح. او كيف؟ صح، هو هذا السؤال اللي كنت استنى فيه، لان الترجمه تاعها بتولي باش الفائده انه جاي لحاجه وتروح ما تلقاهاش، اذا كان فيش اجهزه. لا. اساسا لا، في فائده. الفائده هذه وحتى وان كانت في البدايه معنويه، اللي هي ستيموليشن، اللي هو زي واحد ينخصك بشيء، كل فيك راه وصلنا هنا. تفهم فيها؟ احنا وصلنا هنا رانا، انت وين قاعد؟ بعيد، راه وصلنا هنا رانا، ما عادش نفتحوا هكي، رانا نفتحوا شويه. لما بيروح بيحاول يدير المستحيل بضغط باي شكل انه يحاولوا يوفروا له، ولو ما يوفرولهاش 100%، لكن يوفروا له جزء اللي يحطه على الطريق. تفهم فيها؟ هذا بس سؤال مهم، لان تقول لي جاي ويروح هكي، يتروح تقعد غادي يحسن لك، لا تصرف الفلوس هما. لكن هو بدايه لطريق طويل. احنا مسرورين جدا بك دكتور فيصل، بارك الله فيكم، استشاري المخ والاعصاب. شكرا لقبول الدعوه وتواجدك معنا اليوم للحديث حول هذه التدريبات او الدورات التدريبيه اللي جرت في اسطنبول، وكذلك حول طب جراحه العمود الفقري والاعصاب بشكل عام في ليبيا. بارك الله فيكم. شكرا. شكرا لك دكتور فيصل مره ثانيه. اذا مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل قصير وراجعين من جديد. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في ميعاد سلام، وكالمعتاد بنمشوا الإكرام ونشوفوا شنو عندها اليوم والمقادير. أكيد مرحبتين بكم محمد الهوني ومحمد القاد. محمد من جديد مرحبتين بكم مشاهدينا من جديد. حكينا في بداية الحلقة نحن اليوم حنحضروا كيكة الشوفان، وبرضه حنتكلموا على فوائد الشوفان، بس خلونا نمشوا نشوفوا المقادير مع بعض وبعدين نتكلموا في موضوع الشوفان اليوم بشكل كبير. خلينا نشوفوا المقادير مع بعض. عندنا كوبين شوفان يكون حبوب، يعني ما نطحنوش، نعم بس لو حابين انكم تطحنوه عادي ما فيش فرق. عندنا 4 بيضات، حنستخدم حوالي موزتين،
ملعقتين كبار من سكر الفركتوز اللي هو نفس سكر الفواكه، نص كوب حليب لوز، لو ما عندناش حليب لوز ممكن نستخدم حليب خالي الدسم، كمية من البيكنج بودر، برضو كمية من الفانيليا، عندنا ملعقة صغيرة قرفة هذه على حسب الرغبة، عندنا نص كوب لوز خزايني يكون مهروش يعني بيكونش بحجم كبير، ربع كوب زبيب برضو بالنسبة للزبيب حتى هو إضافة على حسب الرغبة، وللتزيين حنستخدم شوية من الفواكه. هذه مقادير وصفتنا، حنشوف كيفية التحضير أو حنحكي على كيفية التحضير بشكل سريع لأن هي سهلة جدا وما تاخذش وقت كبير منا. فكرة إن أنا اخترت الأكلة هذه اليوم أو الكيكة هذه إن هي طبعا معتمدة على الشوفان لأن حنحكوا عليه، الشوفان لأن استخدمناه أكثر من مرة أو أكثر من وصفة دخلنا فيها الشوفان بس ما حكيناش عليه الفوائد متاعه. برضو أنا حابة نحكي عليه معتقدات خاطئة ماشية في بال هلبة ناس عليه الشوفان، وحتى اليوم نزلنا سؤال على صفحة القناة على الفيسبوك اللي هو هل باعتقادكم أن الشوفان يزيد العضلات ويزيد الوزن أو أنه هو ينقص الوزن ويحرق الدهون. طبعا أكيد حناخدوا نسب الإجابة متاعكم وحنحكوا عليه لأن معتقدات هذه، هل الخيار هدايا أنه هو يزيد الوزن ويزيد العضلات او الخيار الثاني ان هو ينقص الوزن او ينقص الوزن ويحرق الدهون. بس في البدايه حنتكلم عليه فوائد الشوفان بصفه عامه وبعدين حنجاوبوا عليه السؤال اللي اقترح خلال صفحتنا على الفيسبوك. قبل هيك بس حنعطيكم بشكل سريع او حنقول لكم بشكل سريع كيف نحضروا الكيكه بتاعنا اليوم. هي طريقه تحضيرها سهله جدا، مش حنحتاجه لا مضرب كهربائي ولا حنحتاجه يعني تفاصيل في نحن نحطه هادي على هادي او نضربه مثلا دحي بروحه، حنخلطه كل المكونات مع بعض لانها اوريدي هي معتمده على الشوفان، فحتجيني ناشفه شويه يعني من الكيكات اللي تكون ناشفه شويه بس باش ما تكونش ناشفه انا درت لها اضافه اللي هي الموز يعني حيخلي لي الكيكه تكون طريه اكثر. نحن نعرف الكيكات الدايت ديما تكون ناشفه هلبه وخاصه الكيكات اللي تكون بدقيق الشعير، مع اني انا ما بفضلش دقيق الشعير يعني الشوفان قاعد افضل لان قيمته الغذائيه اعلى وبرضه غنيه بالالياف اكثر، فممكن تحطوا مقدار الموز هدايا حيخلي لنا الكيكه تكون يعني رطبه اكثر ما تكون ناشفة بشكل كبير. حنحطوا كمية الشوفان، حنخلطوا معها طبعا الدحي والسكر، حنستخدموا سكر فركتوز وحكينا وين نلقوه اللي هو في أي سوبر ماركت يكون سكر مستخلص من الفواكه سكر طبيعي. أنا مش حنخلط المكونات هذه زي ما قلت لكم، حتخلطوها كلها مع بعض، حتاخذوا طاجينكم تدهنوه بزيت جوز الهند كمية بسيطة جدا، فرشوا ورق زبدة وندخلوها للكوشة نكون مسخنينها درجة حرارة 180، حتاخذ مني حوالي نص ساعة. خلوني بس نوريكم شكلها كيف بعد ما طلعت من الكوشة لأن عندنا موضوع الشوفان حنهدرزه فيه أكثر، فطبعاً حتطلع من الكوشة معانا حيكون هذا شكل الكيكة قبل ما نحن حنزينوها. تقدروا تزينوها برضو حتى لو عندكم أو تقدروا تحضروا في الحوش كمية، أنا في الحوش حضر فيها بمربى اللي هي تكون مربى جزر أو ليم بس تكون مربى لايت يعني مستخدمة فيها سكر الفركتوز وكمية بسيطة جداً من السكر يعني تقريباً ملاعق، أو تقدروا تستخدموا مربى جاهزة اللي هي تكون لايت في السوق، فبس ديما اللي تكون في السوق احنا مش عارفين هل هي صح يعني المكتوب عليها أن هي فيها كمية سكر بسيطة أو لا، فالحاجات هذه ممكن نحضروها في الحوش تكون أضمن، أو ممكن تقدروا تديروا كمية عسل بس ديما حطوا في بالكم أن أي إضافة تديروها حتزيد من السعرات الحرارية. خلونا نحكوا عليه فوائد الشوفان. أنا بس باش ما ننساش أول حاجة حنحكوا على الشوفان شنو هو. هو نوع من أنواع الحبوب الكاملة اللي طبعا يعني زي ما نقول احنا منتشره بشكل كبير وفيها البنات ياكلوا فيها بشكل يومي. خلينا نتكلم على فوائده بصفه عامه وبعدين زي ما قلت لكم نطرقوا للاجابه. برضو الشوفان من الحاجات اللي تحتوي عليه نشويات معقده. شنو هي النشويات المعقده؟ اللي هي الحاجات اللي تاخذ وقت في الهضم بهي وتاخذ وقت في الامتصاص في الجسم، وهذا اللي خلينا احنا نحسه فتره طويله شبعانين ومش جعانين. هنا الحاجه او واحده من ميزات الشوفان انه هو يحتوي عليه نشويات معقده، برضه فيه نسبه كبيره من الالياف بالاضافه لنسبه كبيره من الفيتامينات، وخلينا نذكركم الفيتامينات اللي موجوده فيه. اعتقد يعني ما فيش نوع من انواع الحبوب يكون فيه كم الفيتامينات هدية. عندنا فيه طبعا النحاس، عندنا فيه الكالسيوم، عندنا فيه الحديد، عندنا فيتامين بي 1 وفيتامين بي 6، عندنا فيه الفيتامين اي، وعندنا فيه الفسفور، وعندنا فيه المنجنيز. هادو طبعا
حاجة قليلة جدا من الكثير اللي فيه الشوفان. هذا طبعا يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، وهنا جانا للناس اللي ديما تدور عليه البروتين. طبعا البروتين ديما نعرفه، او الناس مجرد ما تقول بروتين يمشي تفكيرها طول في اللحم، او يمشي تفكيرها طول في الالبان ومشتقاتها، بس يعني الشوفان من الحاجات اللي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، وهذه حاجة كويسة جدا. عندنا كل 100 جرام من الشوفان تحتوي عليه 16.9 جرام من البروتين. يعني تخيلوا كل 100 جرام تقريبا تعادل اكثر من نسبه يعني تقريبا حصه اللحم. انا بس مش متفكره الارقام بالضبط، بس اعتقد ان تقريبا حوالي عندنا 200 جرام من اللحم فيها تقريبا حوالي 20 جرام من البروتين. يعني تخيلوا من 200 جرام لحم ل 100 جرام شوفان، يعني لو بنجوا نقارنهم مع بعضهم حيطلع الشوفان افضل، يعني نسبته اقل وفي نسبه بروتين اكثر، برضه يقلل الكوليسترول، برضه ان هو زي ما قلنا يحتوي علينا نشويات معقده اللي هي الكربوهيدرات. هذه بالنسبه لي بصفه عامه الشوفان. خلينا نتكلموا عليه المعتقدات اللي ماشيه غلط عند هالبناس، اللي هي مثلا الشوفان يزيد في الوزن ويزيد في العضلات، والشوفان ينقص في السعرات الحراريه وبرضه يذوب الشحوم. الشوفان الحلو فيه انه الحاجتين او الاجابتين، يعني هادي وهادي، بس الفكره ان احنا كيف نحضره وكيف ناخذه. هنا الفكره ان احنا لما بناخذه عن طريق يعني بخطوات معينه يساعد في انه هو يزيد الوزن، ولما ناخذه بخطوات معينه يزيد انه هو يثبت لي وزني، ولما ناخذه بخطوات ثانيه معينه ينزل لي وزني. مثلا خلينا ناخذ مثال بسيط جدا. مثلا انا جات الصبح، احنا نعتبر الشوفان تقريبا اكثر وجبه ممكن نحضره فيها بدات الناس اللي تمارس في الرياضه، او حتى الناس اللي تبي تنزل وزن تاخذ فيه الصبح. مثلا جات ناخذ الصبح كميه شوفان، أو بنحضر شوفان، أنا بنزل وزن، حناخذ مثلا طاسة شوفان، طاسة يعني تخيلوا نحكوا عن طاسة شوفان، يعني شوفوا كمية السعرات الحرارية فيها تقريبا حوالي 360 أو أكثر من 360 سعرة حرارية، يعني ما توصلش لل 400، بس ما بين تتراوح ما بين 360 ل 400 سعرة حرارية. يعني أول حاجة هذه بالنسبة لي سعرات حرارية بتاع الشوفان. زدت عليها مثلا طاسة حليب كامل دسم، زدت عليها مثلا كشيك عسل، زدت عليها كشيك مثلا زبدة فول سوداني، حطيت عليها فواكه، هنا تقريبا وصل الصحن هدايا أو فطوري كله وصل لي تقريبا حوالي فوق ال 700 أو 800 سعرة حرارية. هنا الفكرة شني الوصفة هذه لما طيبتها بالطريقة هذه ما تناسبش الناس اللي تبي تنزل وزن، هذه تناسب الناس اللي تبي تزيد وزن، لأن الناس اللي تبي تزيد وزن حتاخذ كمية السعرات الطبيعية اللي عندها في اليوم مفروض إن هي تاخذها وتزيد عليها 500 سعرة حرارية زيادة، بحيث إن هم يمشوا بالنظام هذا لفترة معينة، وبحيث إنه يزيد وزنهم، يعني يزيدوا عليه الكم او الاحتياج اليومي من السعرات الحراريه بس 500 سعره حراريه مش اكثر منها، بس يفضل انه يكونوا بطريقه صحيه، يعني ما يزيدوش 500 سعره حراريه في مثلا نقدر ناخذها 500 هديه في مثلا في بيتزا او في سندوتش يكون فيه مثلا حاجه مثلا بطاطا مقليه، جبنه، صوص، مايونيز، غيرها. يعني الفكره هنا في زياده الوزن او الناس اللي تبي تزيد الوزن ديما احنا ال 500 هم نحاولوا ناخذوهم حاجات فيها فوائد، حاجات فيها بروتين ومعادن والياف وغيرها. الناس اللي تبي تنقص وزن فتحاول ان هي اول حاجه تستخدم ملعقتين بس من الشوفان في طاسه ميه، حتى لو استخدمتوه في طاسه حليب عادي، بس ما تستخدموش كوب كبير من الشوفان، لان زي ما قلت لكم سعره حراريه فيه يعني تقريبا 360 سعره حراريه، فنحاول ناخذه بس ملعقتين. الشوفان برضه من الحاجات اللي تخطر بسرعه، يعني فيها كميه نشا كبيره، فالملعقتين هذوما كويسات جدا في طاسه حليب او في طاسه ميه على النار. بنضيفوا لها مثلا شويه من القرفه، نقدر نضيفوا مثلا مكسرات بس بعد يعني بكميه محدوده، ما نضيفوش شكل كبير. نحاول نحن ديما نقول لكم يعني الموز، وبالنسبه للزبده الفول السوداني نحاول نبتعدوا عليها شويه، لان هي بالنسبه للناس اللي تبي تنقص وزن هي تزيد في الوزن. طبعا في تفاصيل هلبه بس حنعطوا بعدين نسبه الاجابه بتاعكم، بس مش تو، انا حنزين الكيكه بتاعي مبره وحنمشي لمحمد القاضي محمد لهوني استكمال الفقره. اخلك راسك اكيد في الاربيه سعاده تعبى بروتينات القلبي. مش منا في الشوفان. طبعا معلومات ما شاء الله كرام، وما شاء الله ان شاء الله يكون المشاهد استفاد، واحنا استفدنا اكيد ان شاء الله يا رب. شكرا لك كرام، اكيد حنرجع لك في نشوفوا الصوره النهائيه لكيكه اليوم ان شاء الله. نمشوا لفقره شن صار باختصار. في خبرنا الأول في شن صار باختصار، أجريت عملية استئصال ورم من رأس طفل صغير في المستشفى الجامعي بطرابلس. تفاصيل أكثر نشوف.
قام فريق طبي متخصص بقيادة البروفيسور فيصل طالب بمستشفى الجامعة طرابلس بإجراء عملية استئصال ورم في رأس طفل يبلغ عمره 4 أشهر تكللت بالنجاح التام. العملية استمرت 3 ساعات، خضع الطفل بعدها للمتابعة على مدار الساعة في حجرة العناية من قبل الأطباء اللي أكدوا تماثل الشفاء بحركة الأطراف السفلية والعلوية وإزالة أنبوب التنفس الاصطناعي تمهيداً لإحالته للقصب. هذا طبعا محمد انجاز طبي يجب اكيد يحسب عليه بالتاكيد. نمشوا لخبر ثاني في شنصار. باختصار، المركز الوطني لتنميه فنون الطفل اعلن عن بدء برامج وانشطه مشروع سفراء المواطنه، من بينهم ورشه فنيه خاصه بفن النحت. خلينا نشوف التفاصيل. أعلن المركز الوطني لتنمية فنون الطفل بهيئة عامة للخيال والمسرح والفنون عن بدء برامج وأنشطة مشروع سفراء المواطنة، وذلك بهدف اكتشاف المواهب وتشجيعهم وتحفيزهم للعمل الفني وتذوق الجمال. كما ينظم المركز في الفترة القادمة بتعاون مع مركز طرابلس لذوي الإعاقة ورش في مجال الفن النحات تحت إشراف الفنان النحات عز الدين الحطاب، ليتعرف الأطفال فيها على بعض خامات النحت واكتشاف ملمسها وعمل نموذج مجسم منها، حيث تستهدف الورشة أطفال ذو الاحتياجات الخاصة لمدة شهر. ما زلنا في إطار الفنون، بس الخبر هذا في فرقة ليبيا للمألوف والمرشحات تشارك في فعاليات صيفية في تونس. تفاصيل أكثر نشوف. تشارك فرقة ليبيا للمألوف والمرشحات والمنوعات الغنائية بعدة فعاليات صيفية تقام بتونس خلال الأيام القادمة. يأتي ذلك ضمن مشاركة المركز القومي لبحوث دراسات الموسيقى العربية التابع للهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون في المهرجانات الصيفية. ومن المقرر أن تقدم الفرقة عروضها في 22 يوليو بمهرجان ساقية الديار، وفي 25 يوليو في مهرجان المونستير الدولي، و 27 يوليو في مهرجان النفيضة الصيفي، وأخيرا 28 يوليو في مهرجان تاستور الدولي للمألوف. رجعنا من جديد مشاهدي الكرام، شو صار باختصار تمت، لكن البرنامج قاعد بتم. شو تواصل معكم فقرات تانية، فاصل ونواصل. مازال قاعدين معكم مشاهدينا في ميعاد سلام. هالمرة نمشوا لفقرة من العالم. في أول خبر، خبر طريف شوية محمد، الحلزونات أقيم في إحدى قرى إنجلترا سباق فتح باب التنافس ما بين الحلزونات، وأكيد الحلزون الأسرع هو الفائز وفق قياس معين لسرعة محددة من قبل لجنة التحكيم. تفاصيل أوفى، خلينا نشوفوا هالحلزونات في التقرير. يلا. أقيم في قرية كونغام في إنجلترا سباق الحلزون السنوي التقليدي، وقام المتسابقين بإحضار حلزوناتهم الشخصية وإدخال لحلبة السباق نحو 135 حلزون سعياً للوصول إلى خط النهاية. منافسة من نوع عجيب يتنافس فيها الحلزون على قطعة قماش مبللة، والحلزون الأسرع هو من يتم اختياره من لجنة التحكيم بعد أن يقطع مسافة 33 كيلومتر في دقيقتين. صراحة مو سابقهم. مو سابقهم. قلت لمعمر ناجي، قلت للسباق يبدأ اليوم يتم نهاية السنة ولا نهاية الشهر. هذا كان قبلك وطلعت من القوقعة بتاعها وطلعت تشرفت يعني جرت. عموما في خبر جديد من العالم، تم العثور على قنديل بحر بحجم كبير، إلا أن شكله الغريب ماهوش ما خلاش أن يكون نوع من الأنواع السامة. نتعرف على معلومات أكثر في هالخبر الجاي. اكتشف غواصين بريطانيين بالقرب من ساحل كورنال أثناء تصويرهم سلسلة وثائقية قنديل عملاق شكله فوق المقاييس العادية، يصل حجمه لحجم إنسان. أما طوله حوالي 1.5 متر، وبعد إجراء الفحص اللازم على القنديل تبين أنه من النوع الغير سام ولا يسبب أي أذى للكائنات البحرية من حوله وحتى الغواصين. وبغض النظر عن حجمه الطبيعي، يؤكد المختصين في علوم الكائنات البحرية أن هذا النوع من القناديل تدخل مكوناته في صناعة بعض الأدوية ومواد التجميل.
الخبر الجاي محمد نمشوا للأردن ومهرجان جرش، واللي السنة هذه أول مرة يعني أول لهم دورة يدخلوا في المهرجان فعاليات سينمائية شارك فيها عديد العديد من الدول. مشاهدينا، مهرجان جرش المقام في الأردن من المهرجانات العربية اللي حاضرة وبقوة وسنويا في ساحة المهرجانات الدولية. المزيد عن أجواء وفعاليات المهرجان في هالخبر نتابعه. افتتح خلال الأيام الماضية مهرجان جرش الدولي 2019 في دورته 34 تشارك في إحياء حفلات الموسيقية ألمع نجوم الطرب العربي. واحتضن المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية اللي أقيمت فعالياتها على 7 مسارح داخل مدينة جرش الأثرية. وسعى المشرفين على هذا المهرجان إلى إرضاء جميع أذواق بدون استثناء، وتضمن المهرجان ورش عمل ومعارض خاصة بالموروث الشعبي الأردني. حلو جميل. طبعا رحلتنا في من العالم تمت في الأردن، وإن شاء الله استمتعت بهالمهرجان هذا يعني. استمتعت بتاع. والله بالتقرير استمتعت أكيد. المهرجان مثل فؤاد، نمشي للرياضة. مرحبتين فؤاد. مرحبتين محمد ومحمد وفؤاد. وأكيد نرحب بكرام، رجعنا من جديد بفقرة الرياضة. في حاجة شدتني بكري سباق السلاحف. هو المفروض جبناه عندك تبع الرياضة ولا مش تبع الرياضة؟ هو المفروض احنا جبناه في أخبار الرياضة. من المفترض، من المفترض. عموما مشاهدينا الكرام، في أخبار الرياضة لليوم، أول خبر عندنا هو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللي يعسكر طبعا في المغرب من مدة فاتت. يوم الغد إن شاء الله عنده مباراة ودية مع فريق اتحاد طنجة المغربي. المنتخب استعداداته بدأها زي ما قلنا من فترة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين 2020، واللي حتلعب في الملاعب الإثيوبية. منتخبنا حيخوض هذه المباراة تحت قيادة المدرب جلال الدامجة اللي كانت له تجربة مع المنتخب الوطني. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ونتمنى إن شاء الله يتأهل لبطولة الشان. المباراة حتكون في التصفيات أمام المنتخب التونسي. في ثاني الأخبار مشاهدين الكرام، المنتخب الوطني للكرة المصغرة الجهاز الفني أعلن على القائمة للمنتخب الوطني تأهبا للاستعدادات للمشاركة في كأس العالم. ضمت قائمة المنتخب المبدئية 26 لاعب حيخشوا طبعا في معسكر تدريبي خلال الأيام الجاية لاختيار القائمة النهائية اللي حتمثل ليبيا إن شاء الله في بطولة كأس العالم للكرة المصغرة، واللي حتقام إن شاء الله في أستراليا شهر أكتوبر المقبل. منتخبنا الوطني طبعا يدرب المدرب الوطني عبد الباسط العكروت. منتخبنا كانت عنده تجربة في كأس العالم في السنة الماضية في تونس، وليبيا نظمت كأس أمم أفريقيا. وحقيقة منتخبنا الوطني للكرة المصغرة جاب نتائج طيبة، وصل للدور نصف نهائي من كأس أمم أفريقيا واللي نظمتها طبعا ليبيا، نظمها نادي المدينة. وصلنا تقريبا للدور الثماني أو الدور الثمن النهائي في بطولة كأس العالم. الحقيقة منتخب الكرة المصغرة حيكون يعني ليه اسم في بطولة كأس العالم المقبلة، وإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. في الخبر الثالث طبعا، إدارة النادي الاتحاد عززت صفوفها وتعاقدت مع المدافع محمود والو ليكون ضمن صفوف الفريق في الموسم الرياضي الجديد. التعاقد هذا جاء مع والو بنظام صفقة انتقال حر من نادي الأهلي بطرابلس. زي ما تعرفوا مشاهدينا الكرام، ان فريق الاتحاد عنده مشاركة مقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، صحبة طبعا فريق النصر اللي حيشارك في دوري أبطال أفريقيا، واللي إن شاء الله نتمنوا له كل التوفيق. فريق الاتحاد حيواجه فريق الجيش النيجري في الدور 64 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. في آخر أخبارنا مشاهدين الكرام، أكاديمية فرسان المتوسط تواصل استقطاب عدد من المواهب الصغيرة وتمهد لهم الطريق للوصول إلى مستويات أعلى. خلونا ناخذ تفاصيل هذه الأكاديمية من خلال هذا التقرير. قبل عام من الآن افتتحت أكاديمية فرسان المتوسط أبوابها لاستقبال هؤلاء الناشئين، وليوصل عددهم لأكثر من 600 رياضي من مختلف الأعمار جاءوا لصقل مواهبهم وتعلم أساسيات اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
خلال هذا العام خاض الرياضيون تجارب عدة، ولعل أبرزها مشاركات خارجية واحتكاك مع أكاديميات أخرى اكتسب من خلالها اللاعبون خبرة تنمي موهبتهم وتطور من قدراتهم. طبعاً الأكاديمية تركز أكثر شيء على المشاركات الخارجية لكسب الخبرة للناشئين للناشئ الليبي. يعني سبق وشاركنا مثل ما ذكرت إن في المسابقات الخارجية، فشفنا إن ما فيش فرق بين اللاعب الأوروبي واللاعب العربي، فقط ثقة. اللاعب الليبي خاصة بالذات يمتلك موهبة يعني ما شاء الله، يعني شفناه في أكثر من مسابقة دولية. تجربة أخرى ستكون في انتظار اللاعبين، إذ سيجدون الرحال إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة دولية تضم عددا من الأندية والأكاديميات الأوروبية. تجربة وفرصة لهؤلاء اللاعبين باش يثبتوا نفسهم ويعرفوا العالم أن ليبيا عندها مواهب مطموسة، وأن قساوة الظروف ومرارة الحروب أثقلت كأهلها للبروز. طبعا أكاديمية فرسان المتوسط هي أكاديمية في قطاع خاص لتنمية مهارات النشئ، وإن شاء الله نقدمه لمدينة الخمس باعتبار عندها فريق في الممتاز. الفئات الصاعدة إن شاء الله الفئات السنية كويسة، إن شاء الله نقدر نلقى قاعدة. أمل وحلم يراود هؤلاء الشبان في الوصول إلى مبتغاهم في اللعب لأحد كبار الأندية المحلية والعالمية، ومن يدري قد يصنع صغار الفرسان مجدا عاجز عن تقديمه من سبقتهم من كبار الفرسان. شفنا هالتقرير يا فؤاد، يعني مسألة الأكاديميات، هي الأكاديميات تاع كرة القدم الآن شفناها احنا في الخمس، هي حسب تقديري ما هيش منتشرة بشكل كبير، فكيف الأكاديميات هذه قد تساعد في تطور الكرة الليبية مستقبلا؟ فعلا سؤالك في محل محمد. الأكاديميات هذه قبل ما كانتش متواجدة، تو بدأت تنتشر بشكل كبير في ليبيا. الأكاديميات هذه طبعا نتكلم على أكاديمية الفرسان، هذه معتمدة من الهيئة العامة للشباب والرياضة، تستقطب في مواهب زي ما شفنا في التقرير أكثر من 600 رياضي، تهتم بهم. طبعا هي زي ما قلنا أكاديميات خاصة، تهتم بهم، توفر لهم مدربين، في حصص تدريبية، في معسكرات خارجية، في هذه هي النقطة اللي ذكرها قبل شوية المدرب، قال إن احنا نعتمدوا على المشاركات الخارجية. أكيد فيها استفادة كبيرة، يعني أنت تحتك بأكاديميات في حتى يعني ما بوش نقوله حتى أوروبية، رغم إن هم عندهم مشاركة إن شاء الله في 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 أوروبا، لكن حتى المشاركات الإقليمية والمشاركات الإفريقية يستفيد منها اللاعب وتطور وتنمي من قدراته. احنا زي ما تشبه يعني المسابقات في ليبيا يعني في الوقت الحاضر، يعني مع تردي الأوضاع الأمنية في البلاد واللي إن شاء الله ربي حتى يفرج عليها، حتى تحفز أنه يشتغل نفسه أكثر لما يحتك بيمكن فرق أقوى وأكاديميات ثانية. هي هذه هيك يشتغل العالم برا بالمواهب الصغيرة، يعني هذا الناشئ لما تاخده وهو صغير. احنا حتى دائما يعني من خلال البرامج الرياضية دائما نتكلم على الفئات السنية، الفئات السنية هي مستقبل، يعني الرياضي لما تهتم بيه من هو صغير يعني حيطلع لك في لما يكبر حاجه كبيره، وهذا اللي يخدموا عليه يعني في في قبل لا نمشي لكراو كراو قريب تحذف فينا الكيكه الساعه. الاكاديميه هي اللي توجه للاعب بعتالي، او ان هي بس الدربه مقابل اشتراك معين؟ هو اكيد في اشتراك للاعب، هذه احنا امور طبعا نتكلموش فيها، بس الرياضي ربما يعني احد الانديه اكيد في مدربين يشوفوا في اللاعبين، يشوفوا في مشاركاتهم الخارجيه، قد يعني لربما أحد المدربين ربما يعجب بأحد الرياضيين أو يبرز هذا الرياضي، ويتم يعني شراء مثلا من أحد الأندية، وقد يجد نفسه في أحد الأندية في الخارج، وهذا أكيد نتمنوا لكل أبنائنا، نتمنوا أن هم يطلعوا ويحترفوا في الخارج. صراحة احنا خلينا نقولها بكل صراحة، نتمنى أن كورتنا الليبية تتطور، لكن الحقيقة نتمنى من كل اللاعبين، هذه رسالة، أن هم يحترفوا في الخارج، وهذا كله حيعود بالفائدة الكبيرة على منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. الله يخلينا نمشوا للكيكة، المخرج راه تعرف قريب يبسط حسيت كرام ولا الكيكة. الموضوع محمد ومحمد وفؤاد، الموضوع مش في الكيكة، الموضوع ان احنا عندنا تصويت صار على الفيسبوك، فضروري ناخذوا نتيجة قبل ما تختم الحلقة، عشان نعمل تصويت رياضي. وعدنا المشاهدين بان احنا حنقولوا النتائج، خلينا نشوفوا. طبعا نزلنا سؤال مبكري قلته في بداية الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك، حطينا احتمالين، هل ان الشوفان يحرق الدهون وينزل الوزن، او ان هو يضخم العضلات ويزيد الوزن. 47% جاوبوا ان هو يحرق الدهون وينزل الوزن، 26% جاوبوا ان هو يضخم العضلات ويزيد في الوزن، وانا جاوبتكم ان هو يقدر نقدر نديروا به الحاجتين
نقدروا نديروا به الحاجتين، بس كيف ناخذوه وبالطريقه الصح. طبعا حكيت عليه تفاصيل سريعه جدا، نحاول اننا ناخذه في فقره ثانيه موضوع الشوفان، بس نبي نقول ملاحظه بسيطه جدا على الكيكه. في ناس ممكن تحس ان ارتفاعها مش عالي هلبه، طبيعي جدا، لان هي ما فيهاش كميه دقيق عادي، والدقيق العادي احنا حكينا انه هو يحتوي على نسبه جلوتين، هي اللي تخلي المخبوزات بصفه عامه تاخذ الشكل الاسفنجي او ان هي تنتفخ معنا في الكوشه. نحن اليوم استخدمناها او حضرناها بس بالشوفان، والشوفان من الحبوب الخاليه من الجلوتين، بس مع هذا ما ننصحش به الناس اللي عندها مرض او عندهم حساسيه الجلوتين، لان قاعدين في هلبة خبراء وخصين تغذيه يشكوا فيه انه ممكن يكون في خلط من يعني. نحن نعرفوا ان مثلا اللي صنعوا الشركات تصنع حبوب الشوفان تصنع في القمح والشعير برضه، فممكن يكون في اختلاط في بقايا الشعير او القمح مع الشوفان، وبرضه ما في شركه يعني اشتغلت على الموضوع هذا بحيث ان هي حتى لو كاتبه انه هو خالي من حبوب الشعير او القمح، فيكون في ديما تخاوف من الموضوع هذا. فالناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين انصحهم ان هم يبتعدوا عن الشوفان، مش لانه مش كويس لصحتهم، بس زي ما قلنا موضوع في الصناعة بس ممكن تصير في مشاكل. حنرجعوا لي محمد ومحمد. Thank you كرام. صح يا كرام صراحة. الله يسلمك. معلومات هذه يعني ما أعتقدش إن إحنا نقدر نفهموها يعني أو نفهموها. وختام الحلقة أكيد طبعاً مستحيل إننا نقول معلومة بسيطة ونسكت. لا صعب. يبكي قلت لك الجاليري كلها بروتين اليوم وشوفان ودنيا. وصلنا لختام فؤاد وكرام ومحمد. أكيد الحلقة تمت معكم بسرعة وفقراتها كانت سريعة بتسارع دقات الساعة. إذن نتلاقوا غدا إن شاء الله في نفس الموعد من ميعاد سلام. تصبحوا على خير. إلى اللقاء.